مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي لم دائما أبدا നമ്മളെ ഗുണ്ടമ്പഞ്ചൽ എന്ന നാട്ടിലുള്ള വയസ്സായ വലിയ ആളുകൾക്കാണ് സൗണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സൈലൻ്റ് ആണ് തോന്നുന്നത്, കുട്ടികളെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഗുണ്ടമ്പഞ്ചലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് സൗണ്ട് എന്ന് കുട്ടികൾ ഇവിടെ മത്സരമാണ്. ഉപ്പമാർക്കാണോ കുട്ടികൾക്കാണോ സൗണ്ട് ഉള്ളത് എന്ന് കുട്ടികൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. ആർക്കാ സൗണ്ട് ഉള്ളത്? ഇപ്പം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഉപ്പമാരാണ്. ഇനി കുട്ടികൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും ഉറക്കെ ചൊല്ല. യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫ ബല്ലിഗ് മഖാസിദനാ വഗ്ഫിർ ലനാ മമദാ യാ വാസിഉൽ കറമി الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم جل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن مزجت دمعا جرى من مقتلة بدمي ومحبتي لحومي تلقائك ظيمتي وأومض البرق في والماء من إظامي كيف تنكي روح فبعد ما شهد به عليك عود يدمع والسقم وأثبت المجد في عبرات فضانا مثل البهار على خديك Oh,
كنت أعلم أني ما أوقره قدمت سرا بدال منه بالكتم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل بالهجوم فلا ترم بالمعز في كسر شغفتها إن الطعام يقابل شهوة النهم والنفس كطفل إن تفمغ شبالا تبي رضائم إن تكتمه يفتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هوا هوا حذر أن تبليه إن الهوى ما تبلى يسمي أو يصمي قرائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وغشت سائسة من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم واستبرعي الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمحم يات الندم صل مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وغالي في النفس وشيطان برسيهما وان هما محلا كالنصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فانت تعرف كيد الخصم والحكم استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي
ربك خير الخلق كلهم قالوا تو سنة من أحيى الله لا ما إلى أن اشتبتت قدم حضر من برمي فشد من صغب أحشاءه بطوبة تحت الحجارة كشفاً مترف الأدم فرابدته الجبال جم من ذهب عن نفسه فأراها أيام ما شمم وأكدت زهده في غلا رورته إن الله رورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قول له منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم حق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم وهو الذي تم معناه بصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه النشري في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منفصم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعري معا هو ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارسا لبمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يرتهن بما تهيل قلوبه حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أي الورى فهم معناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير مفاحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقيل الطرف من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته أو مني يا منتسل عنه بعلومي
مولاي صلي وسلم للدائم الابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومبلع العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم ومبلع العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم ومبلع العلم فيه انه بشر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آينة رسل الكرام بها وانما اتصلت من نوره بهم وانه شمس فاطرهم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم الشمس تظهر لي عينين من بعد صغيرة وتبكي للطرف من أمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فاطرهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي بالبشر متسمين كالزغير في طرفي والبدر في شرفي والبحر في كرمي والدهر في هممي كأنه وهو فار من دلالته في عسكر حين تلقاه وفي هشمي كأنما اللؤلؤ المكنون في صدفي من معدن منطقي منه ومبتسمي لطيب يرد لطور فلما أعظمه طوبى لمنتشقي منه وملتسمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير بالخلق كلهم ابانا مولده ان طيب سوره يا طيب مبتدا منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس انهم قد انذروا بحلول البوس والنقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس انهم قد انذروا بحلول البوس والنقم فبات ايوان كسرى وهو منصدر كالشمل اصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الانفاس من نسف عليه والنهر صاغ العين من سدم قصى اصابت الغاضة بغيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلر حزن وبالماء ما بالنار من ظرم والجن تهتف والأنوار صادرة والحق يظهر من معنى ومن كلم أم وصم فإعلان البشائرنا تسمع وبارقة للنار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنه بأن دينه
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابدي ما عينوا في الفقه من شهبي منقلت وفقما في الارض من صنمي حتى غدا طريق البغي منهزمون من الشياطين يقفو اذرا منهزمي اانهم خربا ابطال ابراغتي او اسكار بالحصى من راحه تهرمي نبدأ بجباده تسبيق ببطني قما نبذ المسبح من عشاء ملتئمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم كانما سطرا سطرا لما كتبت فروعها من بديع الحق من لقم مثل الغمامه ان سار سائره تقيه هربت في سل الهجر حميد اقسمت بالقمر منشق ان له من قلبه نسبه مبروره القسم وما غاب القار من خير ما من كرم وكل طرف من الكفار انه عميم والصدق في الغارب صدق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من نارم ظن الحمام بظن الانقاب تعلى خير البريه لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أعنت عن مضاعفتي من الدروع وعن عالم من اللطم ما سامني الدهر ظيما ما استاجرت به إلا ونلت جبارا منه لم يظم ولا التمست عنا الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي فذاك حين بلوع من نبوته فليس ينكر فيه حال متلم تبارك اللهم وهي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت واصبا باللمس راغته وأطلقت أريبا من ربقة اللمم فأحيت السنة شهباء دامته حتى هكت غرة في العصور الدهم بعريض جاد أو قلت بطه بها سيبا من اللم أو سيلا من الأرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما وصفيا يا تلده ظهرا ظهور نار قرا ليلا على علمي فالدر يزداد حس وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم آية حق من الرحمن مهدثة قادمة صفة الموصوف بالقدم لم تقدر بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن رمي دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي محكمة فما يبقينا من شبه في ذي الشقاق ولا يبغينا من حكم ما حربت قط إلا عدا من حربي عاد الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها أمام أنزها رد الغيور يدا جامع عن الحرم لها معانك موت البحر في مدد وفوق جوهره للحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من ذردها الشبم كأن غيها ذو تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا وكسرت بك الميزان معذرة فالقي
يقومي تتجاب لي حسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام الأفون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمتبيني ومن هو النعمة العظمى لمغتنمي سريت من حرام ليلا إلى حرامي كما سرى البدر في داج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مقدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق به في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدر شبا لمستبيق من الذنوب ولا مرقا لمستنيم قبلت كل مقام بالإضافة إذ نوديت برفع مثل المفرد الألم كيما تفوز ببسط أي مستتر عن العيون مسير أي مكتتم فغزت كل فقاد غير مشترك فغزت كل مقام غير مزدحم فجل مقدار ما ولدت من رتب وعز إدراك ما ولدت من نعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا منشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم رسل كنا أكرم الأمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العيد أنباء برثته كان بأدين أجفال قفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على بظمي وانظر في دار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبان والرخم تمضي الليالي فلا يدرون عيدتها لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف خل ساخته بكل قرم إلى لحم العيد قريم يجر بغر خميس فوق سابخة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل مرتدب لله مغتصب يسطو بمستصل للكفر مستلم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة رحمي مقبولة أبدا منهم بغير أبي وغير بعد فلم تيتم ولم تئمي هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم فسل هنينا فسل بدرا فسل الهدى فسلحت في لهم مدها من الغخم المصدر البيض قمرا مدى ما بردت من العيدى كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلم
تغدي إلي كريا خن سرين شراهم فتحسبوا زر في الأكمام كل كمي أنه في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم طارت قلوب العذا من مسيح فرقا فما تفارق بين البهم والبهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا يا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا يا حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن في رسول لله نصرته إن تلقاه اللصد في أعجامها تجيمي ومن تكن برسول لله نصرته إن تلقاه اللصد في أعجامها تجيمي ومن تكن برسول لله نصرته يا بالله الغالي
في بيع وفي سلام إن أديد بمفاما أهدي بملتقيض من النبي ظلا حبلي بمنصرم وإلنا أشاه أن يغرم راجم كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم فمنذ ألزمت أفكاري مدائهه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت العنا منه يد التربة إن الحياة ينبت الأزهار في اللكم فلم مرد زهرة دنيا التي قد تطفى يدا زهير بما أثنى على حريم كل مولا يا صلبي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بالخلق كلهم صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله.